السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بين 360 دوكمنت مانجمنت ازاي اقدر استغله وازاي اخلي اللوح كلها موجودة اونلاين بحيث كل الناس اللي شغالة معايا في المشروع تقدر تراجعها. طيب هاجي من هنا هقول له انا عايز سب فولدر، هسمي ده مثلا ارش، تمام، وهعمل سب فولدر تاني للاستراكشر، واعمل واحد تاني مثلا دي الام اي بي وهكذا. تقدر تختار اي فولدر فيهم وتعمل جواه سب فولدر زي ما انت عايز، او تقول له بعد كده بقى انا عايز اعمل ابلود وتختار الملفات اللي انت عايزها وتقول له اوبن، فهيبدا يرفعها لك ويبدا يشوف الاسم الملف ايه والمعلومات ويشتغل عليها. لو في تمبليت بتقدر تقول له احط اختار التمبليت دوت، تمام. بتقدر تضيف اي فولدرات تانية، هقول له كونتينيو، هيبدأ يمسك الملف دوت ويشوف لو في أي رقم قدر يستفاد منه، يعني اوتوماتيك هو يعرف اسم اللوحة دي ايه. تقدر بعد كده تيجي هنا وتحدد ديفاين، تحدد يعني الملف والمعلومات اللي انت عايزها عنه، تمام. تقدر تعمل سيلكت للعناصر، تقول له مثلا دول هيبقوا اني لاي اوت، وبعد كده اقدر ادخل الرقم بتاع كل لوح فيهم، تمام، النمبر اس، تمام، اهو بالشكل دوت. هو بيقول لي الملفات ديت لو في اي معلومة ناقصة، تمام. بعد ما دخلت المعلومات كلها بقول له بابلش اول. بابلش اول دلوقتي اي حد موجود معايا في المشروع يقدر يدخل ويكتب الكومنتات بتاعته ويقدر يشوف اللوح زي ما هو عايز. بتعمل لها بابلش على بيم 360 دوكمنت مانجمنت. دلوقتي اقدر اقول له شو ان فولدر، عايز ابدا اشوف فايل الفولدر، اهم بقوا كلهم موجودين، تمام. ده اسم الملف وده الاصدار، المارك اب، الايشيو ستاتس. تقدر تيجي هنا تراجع على اللوح لو في اي حد عمل مراجعه او في اي مشاكل هتشوفها هنا، ربنا ما يجيب مشاكل. هتدخل في الاركتكشر هتلاقي الملفات، تقدر تختار اي ملف فيهم يفتحوا لك، تقدر تعمل الكومنتات اللي انت عايزها، تقدر تقيس. مثلا من هنا لهنا، تمام. الديفاين سايز بتاعك قد ايه، الوحدة اللي انت عايزها، تمام. طيب هنا برضو تقدر تعمل ملحوظات والكومنتات اللي انت عايزها، تمام. عندك طبعا تعمل ارو مثلا بالشكل دوت، عايز تحط اي هايلايت معين كده، تمام. هقول له دن لما اخلص، تمام. ده كده بقت فيه مراجعه لو حد عايز يشوفها. لو في عندك اي مشكله كريت ايشيو، تبدا تشوف المشكله دي موجوده حاليا اسمها ايه، كل ما انت عايزها اهوت، تمام. تقدر مين اللي المفروض يحل المشكله ديت، المشكلة مفتوحة ولا لا، اسم المشكلة. طبعا حاول تحط كل المعلومات بحيث ان تشرح، يعني بحيث ان لو اي حد بيدور عليها معلومة يفهم المشكلة ايه، ما يبعتلكش ار اف اي ولا انا مش فاهم المشكلة دي. ممكن بعد كده تعمل اكسبورت للمشكلة ديت في ملف تبعته للناس.